فالبنات دابا غنكملو الجزء الثاني. انا درت خيط جديد هنا. دابا البنات فاش غادي نبداو ما غاديش نزيدو عين هنايا، غنبداو نخدمو نيشان. غناخد شهرة بيضاء غادي نضرب في هاد الجهرة اللي حدا هنا، خلي هاد العين ونضرب هنا. غادي نديرو خط ديال الجهر بيض باش نفرقو ما بين كوزة وكوزة. هنا غادي نديرو 10 ديال الجهرات. نتوما البنات الا مبغيتوش ديروا هاد الخط ديال الجهر ما ديروش، غادي تجيكم كوزه لاصقه على كوزه، نتوما الاختيار ديالكم. هادا تمنى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عفوا البنات انا ما غاديش ندير 10، انا غندير 9 نضربها في هذه. دابا نرجع في الجهرات كاملين انا نضرب فيهم كاملين ونعاود نرجع ليكم. انا رجعت فيهم كاملين، نضرب دابا في التوب، كنخلي واحد المسافه نضرب في التوب. دابا البنات ما غنزيدش غوزه هنا، غادي نجي نيشان نضرب هنا في هاد الجهره هكا. وندير جهره بلوبلا، عندي ربعة الجهرات بيضين. أربعة دابا ندير جوهرة حمراء باش نبدا نفتح الكوزة ديالي هكا. ندير ربعة اخرين بيضين. ثلاثة ديرو الرابعة، الرابعة نضربوها هنا، كنخليو عين ونضربو في العين الثانية. دابا نجيو نضربو هنا نيش هكا
نوريكم. نجيو نضربو هنا نيشان هكا، وغنديرو نفس العملية، غنضربو في الجهرات كاملين. كل جهرة كنضربو فيها جوج عيون، واحدة الفوق وواحدة لتحت. طريقه هكا كنضربو في هاد العين هادي، وكنرجع نضربو في الثوب. دابا غادي نديرو نيشان، غادي ندير جهره نيشان هكا. في الاول كنت حتى ضربت العين عاد درت الجهره، دابا لا، دابا عندي عين هنا، غادي نجي نخدم بالجهر نيشان هكا. دابا غناخدو جوج جهرات بيض حمرين عفوا هكا، ونديرو 4 بيضين، ثانية ثانية الثالثة، الرابعة. نجيو نضربوها هنا في هاد العين هادي، صافي انا هنا سالي ليا الخيط، نضرب في الثوب هكا، نركب الخيط ونعاود نرجع ليكم. انا البنت ركبت الخيط ورجعت في الجهر كامل، غنثبت هنا نضرب في الثوب. انا البنات هنا ما عندي حتى شي غرزه، اذا غادي نضرب في هذه الجهره نيشان هكا، نزير شويه هكا، ونخدم ندير ثلاثه الجهرات بيضين. دابا ندير الجهر الحمر، ندير ثلاثة، درت هنا واحد جوج، دابا ندير ثلاثة. ثانية
ثالثة دابا ندير ثلاث الجوهرات بيضين. كي درت في هذه الجهة ندير في الجهة الأخرى. ثلاثة نضرب غرزة هنا ونعود نضرب في الثوب. نعود نرجع في هذه الغرزة هذه العين عفوا صافي. نبقى نضرب في الجوهر نرجع فيه كامل. مثلا رجعت بدلت الخيط سالي لي وعاود درت خيط اخر. انا هنا عندي غرزة غادي نجي ندير نيشان جوهرة نركبها وهذا الخيط نبقى شاداه نضرب هنا في الجوهرة هذه. نصير جوهرة أخرى ندير ثلاث الجوهرات. دابا ندير ربع حمرين طبعا ندير ثلاثة بيضين. كي درت هنا نعود ندير الفوق الجوهرة الثانية. الثالثة نضربو في هاد العين صافي ونضربو في التو. دابا نرجعو في الجوهر كامل. انا نرجع فيه ونرجع ليكم. انا رجعت في الجوهر كامل. دابا البنات غادي نسدو الكوزه ديالنا هنايا كي درنا في الوسط ربعات الجوهرات هنا وصلنا ربعات الجوهرات. دابا غنبدا نسدوها. هنا ما عندي حتى شي عين اذا غنضربوا في هذه الجوره هذه نضربوا عين عاد نديروا ثلاثه الجوهرات. دابا ندير ثلاثة حمرين وندير ثلاثة بيضين. كي درت هنايا لتحت نعاود ندير الفوق ثلاثة بيضين.
نضرب في هاد العين اللي هنا، نعاود نضرب في التوب صافي، ونرجع تاني في الجوهر كامل. انا البنات رجعت في الجوهر كامل وعاودت خدمت ربعات الجوهرات بيضين. دابا غادي نخدم جوج حمرين هكا، الكوزه كتسد لينا. ونعاودو نخدمو ربعة بيضين كي خدمنا لتحت، نعاودو نخدمو الفوق. ثلاثة الرابعة كنضربو في هاد العين هادي، دابا كنضربو في التوب وكنعاودو نرجعو في الجوهر كامل. طيب البنات انا رجعت في الجوهر كامل، ضربت في التوب نضرب في هاد العين هادي في هاد الجوهرة. وندير ربعات الجوهرات بيضين. جوج ثلاثة أربعة وندير جوهرة حمراء. ندير ربعة بيضين بحال كي درت لتحت، نعاود ندير الفوق. أربعة نضرب في هاد العين هادي صافي، ونضرب في التوب، نعاود نرجع في الجوهر كامل نفس العملية كنبقاو نعاودو نديروها. صافي البنات كنعاودو تاني نديرو خط ديال الجوهر بيض كامل، ممكن نعاودو تاني نفتحو جوزة اخرى بنفس الطريقة. كنتمنى البنات تكون مفهومة لكم الطريقة اللي ديال هاد الموديل، وان شاء الله غنوريكم موديلات اخرين في فيديوهات اخرين. الا عجبتكم البنات الطريقة ما تنساوش ديروا لي لايك باش تشجعوني، والبنات اللي ما تشاركت في القناة تشارك في القناة باش يوصلها كل فيديو كندير.